دلوقتي ناخد مجموعه من التعليقات اللي جات لنا على سؤال حلقتنا النهارده. ايه الحاجه اللي انت تحب ان هي تكون موجوده في ابنك لما يكبر؟ حسام سمير بيقول صباح الفل عليكم، الحمد لله اتمنيتها وعشت وشفتها، مروان ابني جدع ورجوله وخدوم والناس كلها بتحبه وشاطر في الشغل اللي بيطلب منه، صباح السعاده، ربنا يبارك فيه يا رب يا حسام. هل دي صفه في كل اللي اسمهم مروان تفتكر؟ ما شاء الله، عشان مروان ابني برضو جدع وخدوم، ربنا يبارك فيه يا رب، ربنا يحفظ كل الولاد يا رب. سامي حرحش بيقول الحمد لله كنت اتمنى انهم يكونوا عندهم اخلاق والحمد لله شفتها فيهم بشهاده الجميع، ربنا يحفظهم يا استاذ سامي. حماده زكي الصياد بيقول صباح الفل عليكم وعلى كل الشعب المصري الأصيل، أنا نفسي أشوف ابني يكون خلوق الحمد لله، وده موجود الحمد لله، يكون ملتزم للصلاة مطيع لربنا، يعطي ربنا حقه قبل كل شيء، يسمع كلامي. أنا الحمد لله هو مش ابني بس، لا ده صاحبي كمان، ربنا يبارك في أولادكم جميعا وصباحكم زي الفل. من سوهاج صباحك فل وصباح الفل على كل أهلنا في سوهاج. نور علي بتقول صباح الخير عليكم يا منة وشاذلي، أتمنى أن ابني يكون محقق كل اللي يتمناه، يعني ابني الكبير نفسه يكون ضابط في الحربية والتاني نفسه يكون ضابط طيار، وبنتي نفسها تكون دكتورة، يا رب يحققوا حلمهم، وأهم حاجة أنهم يفضلوا فخورين ببلدهم. الوعي، الانتماء، الوطنية، كل دي حاجات الناس بتبقى نفسها انها تبقى موجودة في ولادها، مع الصدق ومع الأمانة طبعًا. ومع الرضا، الرضا طبعًا. دي حاجة مهمة قوي برضه طبعا. أمنا محمد بتقول صباح الفل عليكم، أنا عندي 3 أحفاد أتمنى من ربنا يحميهم ويكونوا مطيعين لله ولوالديهم ويفتكروني عشان أنا بحبهم جدا، ربنا يطول في عمرك. نسمة رأفت بتقول صباح الخير عليكم، طبعا من الصعب ان اي شخص ممكن يكون غير نفسه اللي ربنا خلقه عليها، لكن الالتزام والاحترام للنفس وللغير هو الحاجة المهمة، واتذكر دايما دعوة امي ربنا يرحمها، ربنا يحبب فيكي خلقه، اتمنى طبعا ابني يكون محبوب من الناس لخلقه الملتزم والطيب، وطبعا التعامل في البيت اساس للتربية السليمة، ربنا يحفظ ولادنا من كل شر وسوء يا رب، اللهم امين. نانا يوسف بتقول احب اشوفهم ناجحين وراضين وفرحانين وعايشين لربنا، صباحكم فل. انا لوير الاسم كده، صباح الخير عليكم على اسره البرنامج، اكيد نفسي يكون قريب لربنا ومتقي له ومحب لبلده وناجح ومرتاح ومستقر وامن وبصحه، واكيد كل دول هيجوا بالسعاده، صباح الخير عليكم، صباحك فل. ده طبعا مجموعه من التعليقات اللي جات لنا، في انتظار مزيد من تعليقات حضراتكم عشان نستعرضها خلال حلقتنا النهارده.